شويه يعني. صعبه شويه. كنت مين من النجوم بقى بتغني معاه في الكواليس؟ يعني انا عارفه دايما ان الفنانين كده ايه بيبقى ليهم مود في الكواليس، اللي بيعرف يغني بيغني. مين كان بيشاركك الغنى؟ مين كان يعني ممكن حاجه فاكراها لما كنت بمثل في يعني بصور بالحجم العائلي في فيديو كده وانا صغيره مع استاذه يسرى اللوزي وهي بتغني معايا كنا على المركب وكده، فده الحاجه الوحيده يعني فاكراها ليها علاقه بالغنى، عشان انا برضو يعني عندي يعني هي الصوره دي مش كده. ايوه هي دي، هو ده الفيديو. كانت الاغنيه ايه؟ كانت اغنيه في فيلم ديزني اسمه موانا، بس مش فاكره كانت ايه اسمها الصراحه. مش فاكره الاغنيه، مش فاكره الليركس بتاعتها. مش فاكراها. غنيتي قبل كده في دور من الادوار؟ اصل يعني اكيد لازم يستغلوا الموهبه دي. لغايه دلوقتي لا، ما جاليش فرصه يعني. بس اكيد لو جالي فرصه هبقى مبسوطه قوي طبعا ان انا اعمل حاجه زي دي. اكيد اكيد. طب ايه الجديد بتاعي؟ سوري اتفضلي. طيب لو دلوقتي قلنا على محطه مهمه قوي وهي كامل العدد. طبعا كلنا يعني كنا متابعين كامل العدد وكلنا مركزين قوي مع كامل العدد. ازاي ترشحتي لدور فريده وبعدين ما كنتيش انت البنت الوحيده؟ اشتغلتي ازاي على الشخصيه ان تبقي مختلفه، ان يبقى ليكي لاين مش شبه اختك الثانيه؟ عملتي ايه؟ دور مش سهل قوي وفي وسط ناس كتيره جدا. عملتي ايه عشان انت تلمعي كده وعشان زي ما بيقولوا تو ستاند اوت؟ هو انا جالي دور لما كنت بصور مسلسل تاني اسمه قاعد طلال 45، كان فيه مساعد مخرج اسمه استاذ اسلام، واستاذ اسلام هو لما جاء موضوع كامل العدد هو قال لي انت لازم تعملي اوديشن وانا عايزاكي فعلا تشتغلي مع استاذ خالد الحلفاوي وكده، فقلت له ماشي وكده وعملت الاوديشن والحمد لله جاتلي. وان انا استاند اوت، هو طبعا الكاتبات عملوا يعني شغل رائع ان هما يعملوا شخصيتين بنتين تقريبا في نفس سن مراهقه وكده. أيوة. بس هما مش شبه بعض خالص. وانا ومامتي يعني بعد بس في نفس الوقت اصحاب. عرفتوا تبقوا اصحاب؟ طبعا طبعا. ما هو هي في شخصيه اكتر مراهقه اكتر او متمردة يعني متمرده اكتر. ايوه وعندها ثقه في نفسها ومش خايفه تتكلم، والتانيه بنت خجوله وما بتتكلمش وبتكتم مشاعرها جوه وكده. فاصلا حتى الدور ده بتاع البنت اللي بتكتم ده انا ما عملتوش قبل كده. أيوة. فكان حاجه صعبه ان انا احاول امثل اكتر بعيني من بالكلام اللي انا بقوله. صحيح. فاتمرنت ويعني عملت على قد يعني اقصى حاجه كان ممكن اعملها، ويعني ان شاء الله يبقى ناس عجبها يعني. كواليس بقى دينا الشربيني وشريف سلامه معاكي كان شكلها ايه؟ واحنا عارفين انك يعني قريبه من دينا طبعا. الشربيني استاذه دينا الشربيني واستاذ شريف سلامه انا اتعلمت منهم كتير قوي. هما قد ايه هما متواضعين وبيساعدوا كل الناس اللي حواليهم وبيحبوا يشوفوا الناس حلوين، وانا اتعلمت منهم طبعا حب الناس اللي ورا الكاميرا ليهم. يعني خلى الناس ورا الكاميرا عايزه تطلعهم حلوين، عايزه تطلع حاجه حلوه، فهو جزء كبير من شغلهم هما ان هما يخلوا كل الناس بتحب بعض وان هما يتعاملوا مع كل الناس زي بعض من اقل حد لاكبر حد في اللوكيشن. خلى ان المسلسل ده فعلا طلع كويس، ويعني انا فعلا بحبهم قوي. وما يعني حتى استاذه دينا الشربيني تمثيلها رائع يعني من كتر ما هي متواضعه ومش حاسه بنفسها حاجه وطبيعيه. ما تحسيش انها بتمثل او ان هي بتجز كده في التمثيل. صح صح. فيري ساتل زي ما بيقولوا بالظبط، وناتشرال بالظبط. انت كمان كده. لو سالت لا بجد، لو سالتك بقى فريده الكاركتر تعبتك ولا لا؟ انت قريبه في الشخصيه من فريده في ايه؟ وايه اللي انت كان بعيد عنك خالص ورسمتي كده ابتديتي تحطي بوينتس ان انا هشتغل عليها عشان اطلع الشخصيه بالشكل ده؟ هي فريده مختلفه عني جدا، بس جدا يعني جدا جدا يعني هي بنت خجوله قوي ومشاعرها بتخليها جواها. انا يعني كل مشاعري بطلعها بره وما عنديش كان انا ازعق واعيط واضحك بصوت عالي وكده. انا بنت يعني بطلع كل حاجه لبره بالظبط، اكستروفرت جدا بالظبط. وفريده بتكتم كل حاجه جوه وما بتبينش قوي وبتخاف تتكلم مع الناس وكده. وكان في فرق طبعا في سيزون 1 من سيزون 2. في سيزون 1 ما كانتش حاسه ان باباها بيحبها قوي، ان هي عندها عيله، وكانت حاسه ان هي في حته مش بتاعتها، فعشان كده بنشوفها اكتر مقفله وكده. بس اول ما حست ان في حب عيلتها في سيزون 2 كده، لقيناها يعني
فتحت شويه وبدات تتكلم اكتر وكده. فانا في عيله يعني بنوري لبعض حبنا لبعض قوي. فانا عشان كده الحمد لله يعني عندي انا ستيبل جدا وما عنديش مشكله ان انا اوري مشاعري يعني. هل ده ساعدك اكتر او سهل لك موضوع التمثيل؟ طبعا 100%. يعني احنا طول الوقت بنهزر وطول الوقت بنمثل وطول الوقت بنقلد ممثلين ونقلد ناس في عيلتنا ونتنمر يعني على ناس مع بعض. ممكن تقلد لنا مين الممثلين دلوقتي؟ لا لا مستحيل اقلد لكم حد دلوقتي. ليه بالعكس؟ لا 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 بس انا يعني اخويا اكتر حد يعني هو بيقلد فعلا الناس يعني هو بيعرف يقلد يعني ممثلين. مفيش ممثل كان بيلعب كاركتر معينه تقدري تقلديها دلوقتي؟ مستحيل والله مستحيل. لازم ابقى فعلا طيب.